تحليات الأصائل بثاني أفضل توقيت زمني في هذا المساء خيال لهجن الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من قاد خيال أيضا إلى هذه الخنجر الذهبية. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، تهانينا لمحمود بن محمد بن سالم الوهيبي. وقطعت مسافة السباق في 12 دقيقة 14 ثانية وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس لهذه المؤسسة العملاقة على هذا الفوز والانتصار، بينما شوط الزمول المفتوح يذهب هنا مع هملول لهجن الرئاسة بقيادة ظافر المضمرين علي بن يميل الوهيبي. تهانينا للظافر، تهانينا لبو اليمايل على هذا الفوز والانتصار. إنه هملول يحمل الرقم واحد وأتى بسرعة فائقة في الرقم واحد. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، تهانينا لعلي بن يميل الوهيبي. 12 دقيقة 26 ثانية، 6 أجزاء من الثانية، بينما شوط السيف شوط حلم الجميع يذهب هنا مع أفضل توقيت زمني. تأتي الداودية من هجن الشحانية، ليأتي الذهبي سالم بفاران المري ويضيف هذا الإنجاز الكبير في عاصمة الميادين. هكذا مشاهدين الأعزاء، حيث قطعت المسافة الداودية في 12 دقيقة وثانيتين وثلاث أجزاء من الثانية. إذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، وصلنا إلى الختام. ليتبقى السحب الكبير هنا على أيضا الفائز بسيارة السحب المقدمة من قناة ياسر الرياضية نيسان بترول، مقدمة لسحبي شوط السيف. إلى أين سوف تذهب؟ سوف نشاهد هذه الحلقة مع السحب، ولمن سوف يكون الفوز والانتصار؟ شكرا للمخرج، شكرا لقناة ياس على الدعم الكبير، كما وضعت سيارتين من نوع نيسان بترول اشتيشن بالفعل، أيضا سيارة واحدة ذهبت مع سيف أبناء القبائل، وسيارة أخرى مع أيضا سيف أصحاب السمو والشيوخ. هذه القناة الرائدة، قناة ياس الرياضية، هنيئا لك على هذا النقل الحي والمباشر والتألق في كل صغيرة وكبيرة. هنا أعلام دول مجلس التعاون الخليجي ترفرف خفاقة أيضا بالفوز والانتصار، مستبشرة بهذا التجمع الخليجي. هنا أيضا موقع الحدث، عاصمة ميادين السباقات. إذا مشاهدين الأعزاء، شكرا للمخرج أيضا عبد الكريم شلبي، شكرا لمدير العمليات مسعود الكثيري الذي قام بدور كبير بالفعل أيضا هنا متواجدا في كل صغيرة وكبيرة. محدثكم سالم بن علي الحبسي، هنا نهاية هذا الموسم، أستودعكم الله سبحانه وتعالى الذي لا تضيع ودائعه، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى في موسم جديد يحمل أيضا آمال وطموحات ومفاجآت جديدة. 2016-2017 هناك في الموسم القادم. فإلى اللقاء مشاهدينا الأعزاء.